يوم مشمس وجو حار وعرق شديد هكذا يشتكي الناس من حراره الصيف لكن المؤمن ياخذ منه عبره وعظه فيرى جريان الشمس دليلا على قدره الله ووحدانيته قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ويذكره حر الصيف بنار جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير وكل حر ونار في الدنيا فهو تذكير بنار الاخره ليسعى الانسان للنجاه منها بالعمل الصالح قال تعالى عن نار الدنيا نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين تذكره قال مجاهد اي تذكر النار الكبرى والمؤمن لا يمنعه الحر من القيام بالواجبات الشرعيه كالصلاه في جماعه والصيام قال عامر بن عبد قيس لما حضره الموت ما ابكي على دنياكم رغبه فيها ولكن ابكي على ظما الهواجر اي الصيام في الصيف وقيام ليل الشتاء وترك الواجبات لاجل الحر من صفات المنافقين قال تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون واذا ازعج الحر المؤمن تذكر نعمه الله في اعتدال الجو او الجلوس في المكيفات او الظل فحمد الله على نعمه قال تعالى واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون ويحرك الحر في قلب المؤمن مشاعر المواساه فيسعى لتخفيف الحر عن الفقراء ابتغاء وجه الله كان يشتري لهم مراوح او مكيفات او يتصدق عليهم بالماء البارد او يغرس شجرا يستظل به الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه